voisine. شي يعمل كيف والله العظيم، والله شي يعمل كيف، بخير الله يجزيك كل خير والله. برافو برافو برافو. لا بالكوادر بتاعي تو. اوه صح. بالله بالله. معلم يا ودي معلم لهنا. يعطيكم الصحة. صاحبي السبع. خويا الباهي. خويا. انت بعاتي على الصحراء ولا على الضيافة على كرم الضيافة ولا على شو نعطيك حاجة من الآخر. اللي ما زارش السود الجنوب التونسي يتسمى راو حكايه فارغه. سي خال جوا اه خارطه العالم ويروحوا بينا يا عجبكش وكل الناس كلهم موافقين. تحب موافق تحب تبقى بدوني؟ لا ما نحبش، نحب نزيد هنا نكمل البرنامج بتاع الرحله السياحيه الرياضيه. جو الجو عالمي والصحراء بتاعنا دنيا اخرى. جو كبير ها؟ جو يا رياض يا رياض. احكي لنا على جو انت وسي عبد السلام عظومه. انا مغروم بالمطورات. نعرفك من قبل مع المرحوم الهادي بن رخيصه الله يرحمه. تتذكرك الصوره شيء؟ عندك كواد تو غادي. جو باهي. باهي جو عجبك تقصح كل شيء باهي. ودي انا زرت برشا مرات يا معلم اللي نعرفها ديما نجي وتسر غيلان ولد اللي ولد المنطقة غادي ندور بلادي نعرف بارك الله عليك وننصح الناس باش تجي تدور تونس راهي شبابة وعندنا برشا بلاد باهين والعباد باهين بقدر البلاد برافو سي عبد السلام عظومة شيء كبير شيء فيه عمره ما صار شيء هذا وعمره ما ريناه الحمد لله الاحباب والناس فرحت فينا والاستقبال كبير ياسر كيف نقولوا يجوا عشرتنا وولادنا محلاهم وربي يستر بلادنا وربي ان شاء الله يجري على صلاح ان شاء الله امين يا رب العالمين. هاي برشيدة شنو الاجواء؟ بارك الله يا اخويا تونس خضرة كما قالوا تونس خضرة واحنا ولاد تونس والسياحة هذه وهذه الطبيعة وهذه الحاجة الحلوة اللي عندنا وسي سادك الله يرحم والديك اللي شفنا وشوقنا بنت الله باش نعاودوا نرجعوا كل عام نعملوا تظاهر لهنا يا خويا شهرين سي مختار خويا سادك حقيقة تحية اعزائي تقديم للتنظيم والشيء اللي شفناه هذا وهذا شيء مش غريب على خويا صادق واهالي معناتها قبل الناس مضيافين عايش دل على شيء تشوف هذه لما عائليه حقيقه مشكورين على حسن القبول والزياره الطيبه عايش الليقمي والجمار هذا الجمار هذا الجمار ورينا الليقمي هاي صب صب بدرة صب كاس من غادي صب بدرة بدرة صب الليقمي شو برشيدة اخزر يا حمروني حمروني يا حمروني يب هاي دبوزة هاي ليك هذا متاع السادة Thank you.
شنو.